من فضله لما صفى ذهبا ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسبا. فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تضفر يداك به واستعجل الطلبا. لله در فتان أنسابه كرم، يا حبذا كرم أضحى له نسبا. هل المروءة إلا ما تقوم به من الدمام وحفظ الجار إن عتبا؟ من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا، محضا تحير في الأحوال واضطربا. من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا، محضا تحير في الأحوال واضطربا. الناس أعداء ما جهل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا أمام حكمة تبرز لنا وتبين لنا أسباب معاداة بعض البشر لأمور أو لأشخاص أو لعلوم أو لغير ذلك. سبب المعاداة يبين من خلال هذه الحكمة التي نطق بها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قال: الناس أعداء ما جهلوا، وفي بعض الروايات زيادة: وأحباء ما ألفوا. الناس أعداء ما جهلوا وأحباء ما ألفوا. ويشبه هذه الحكمة حكم تدور في فلكها، كقول القائل: من جهل شيئا عاداه، من قصر عن شيء استخف به، من حرم شيئا عابه. كلها تدور في هذا الفلك، وكلها مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولو كان لديهم العلم، ولو كانت لديهم المعرفة، ولو كان لديهم الإدراك، لكان منهم الحب، ولكان منهم الإقبال، ولكان منهم الفرح والسرور بذلك الأمر الذي يحسن. وهذا المعنى قاله كثير من الشعراء من أمثال قول القائل: جهلت شيئا فأبديت النكير له، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ما سبب هذه المعاداة؟ إن سبب هذه المعاداة أن الجاهل يظن أنه قد يقع في موقف فيخاض في أمر من الأمور الذي يجهله، فيظهر نقصه، فيكون مثار سخرية بين الحاضرين وبين المجتمعين الذين يدركون الأمر الذي يتحدثون عنه، فيميل إلى معاداة ذلك الأمر، ويميل إلى رفض ذلك الأمر وعيب ذلك الأمر، حتى لا يقع في هذا الوهم الذي يتخيله. وكذلك قيل للفيلسوف أفلاطون: لماذا يحتقر ويعادي الجاهل العالم ولا يكون من العالم شيئا؟ فأجاب أن الجاهل يستشعر النقص، ويظن أن العالم يحتقره، وأن العالم ينظر إليه نظرة استصغار فيعاديه. أما العالم فلا ينظر بهذه النظرة، لأنه لا ينظر إلى نفسه نظرة انتقاص، ولا ينظر إلى ذلك أنه ينظر إليه نظرة معاداة، فتكون المعاداة ويكون السب ويكون هذا الأمر من الجاهل، كما قال سيدنا علي: الناس أعداء ما جهلوا. معرفة هذه الحكمة كما أسلفنا يبرز لنا وقوع بعض الناس في مواقف تستغرب، وفي عداء لا مبرر له، ذلك أن الجهل ظلمات بعضها فوق بعض، وهو محيط للخصومة والعداء.
فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعلم، وينبغي أن يفتح ذهنه وأن يتتبع الأمور، وأن لا يحكم على الشيء إلا بعد معرفته معرفة تامة. فالحكم على الشيء كما يقول العلماء فرع عن تصوره، فإذا كان لديه تصور تام وفهم دقيق للأمر أو للعلم أو للإنسان، بعد ذلك يتسنى له أن يحكم، بعد ذلك يتسنى له أن يصدر حكمه. أما قبل أن يعرف وقبل أن يفهم وقبل أن يحيط وقبل أن يدرك، فسيعادي ذلك الأمر، وسيكون حكمه حكما خاطئا وحكما باطلا. فلذلك عندما جاءت الرسالات، وعندما جاءت رسالة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، عاداه أهل مكة وعادته قريش وحملوا عليه وأذاقوه الويلات. لما؟ لأنهم جهلوا حقيقة هذا الدين، جهلوا ما جاء به، وجهلوا نصاعة هذه الحكم التي جاء من أجلها، والهدايات التي جاء بها، والبثل التي جاء بها، التي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان أن أطلقوا عليه تارة مجنون، وتارة ساحر، وتارة كذا، وتارة صابئ، إلى غير ذلك من كلماتهم التي كان دافعها الجهل والجهالات. أما لو كانوا يدركونها حقيقة، ولو كانوا يدركون حقيقة ما عليه الرسالة المحمدية، لكانوا من أنصاره، ولكانوا مقبلين عليه، ولكانوا من جنوده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لذلك ندرك أن أعداء التقدم وأعداء الحضارة وأعداء الديانات وأعداء الرسالات وأعداء كل خير يتفق على خيريته العقلاء ويتفق على خيريته المنطق، لا ينطلق ذلك العداء إلا من منطلق الجهل الذي يخيم على عقله وعلى فؤاده، فيكون غشاء يمنعه من النظر إلى محاسن ذلك الأمر الذي عاداه، ومن منطلق الأمراض النفسية التي تصيب بعض النفوس، فتكون سبباً لعدم استشعارهم جمال ما يعادونه. ولعل من جميل الشعر العربي قول القائل: ومن يكو ذا فم مريض يجد مراً به الماء الزلال. صاحب الفم المريض، صاحب الوعكة الصحية، يؤتى إليه بالماء الزلال، بالماء الصافي، بالماء النقي، فيطعمه فيقول مراً، مرارته في فمه، مرارته في لسانه. أما الماء فكل من يشربه يشهد بنقائه، ويشهد بحلاوته، ويشهد بصفائه وعدم وجود أي مرارة فيه، لكن المرارة جاءت من خلال مرضه وهو لا يستوعب هذا. ومن يك ذا فم مريض يجد مرا به الماء الزلال. وهكذا، فإذا علم الإنسان هذا الأمر لا يستغرب وجود معاداة أهل الجهل، معاداتهم للعلم، معاداتهم لأهل العلم، معاداتهم لمن ينفعهم، معاداتهم لمن ينصحهم، معاداتهم لمن يرشدهم. وقد بيّن أهل العلم مثالاً يوضح من يدرك حقيقة الأمور ومن يعادي لجهله بحقائق الأمور، أن طعاماً لو قدم لاثنين في قمة جماله وفي قمة نضجه وكانت رائحته تأخذ بألباب الاثنين، لكن أحدهما كان على علم أن فيه سماً مهلكاً قاتلاً والآخر لا يعلم ذلك، فإن العالم يخبر من بجانبه أن لا تذق شيئاً من الطعام، فإن فيه شيء يقتلك، إذا أكلت هذا الطعام ستموت. لكن هذا الجاهل الذي لم يعلم بوجود السم ولم يعلم بوجود المضرة يقول: أنت تضحك علي، هذا طعام جميل، وهذه نكهة طيبة، وإني أرى ما يدعوني إلى التناول، وأنت تكذب علي وتقول أنه يضرني وأنه سيقتلني. فهو يضحك على الذي ينصحه لأنه لا يعلم حقيقة الأمر، ويعادي من نصحه لأنه يجهل حقيقة الأمر. ويضرب أهل العلم هذه الصورة المجسدة وهذا المثل القائم لكل نصح من أهل العلم وكل بيان لحقيقة الأمور كالدنيا وضعفها وهوانها وفتنتها،
وعدم انتصاح الآخرين لعدم علمهم، فيكون جهلهم لعدم العلم، وارتدادهم لعدم العلم، وبعدهم ونفورهم لعدم العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله. لو صيغ من فضة النفس على قدر لعدا من فضله لما صفى ذهبا، ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسبا. فاطلب فديتك علما تسب أدبا، تضفر يداك به واستعجل الطلبا. لله در فتان ننسابه كرم، يا حبذا كرم نضحى له نسبا. هل الدمام وحفظ الجار إن عتبا؟